مقر اقامه النادي الاهلي اكيد فوز كبير جدا كلنا كنا مستنيينه، كلنا كنا عندنا تفاؤل كبير جدا. خلينا اقول لك ان كان في تفاؤل كبير جدا واضح هنا في كل افراد المتواجدين في البعثه، طبعا خصوصا ان فريق النادي الاهلي في المباراه الاولى ادى بشكل جيد وكان واضح ان هو افضل من فريق الترجي. مباراه العوده اثبتت الكلام ده، النادي الاهلي قدر ان هو يفوز على فريق الترجي، فوز يمكن معتاد بالنسبه لنا ان احنا نفوز في ملعب رادس، وده يمكن شيء مهم جدا عشان نواصل في البطوله دي. لكن خليني سريعا انقل لك الاجواء هنا، فرحه كبيره جدا من بعض جماهير النادي الاهلي المتواجده في فندق الاقامه. هبتدي طبعا بدكتور عبد الحميد، مبروك فوز كبير، وانت كنت متفائل قبل الماتش؟ والله انا قلت لك امير قبل الماتش ان احنا هنفوز ان شاء الله، وكان المعسكر يعني يبشر بالخير، وبصراحه احنا فرحانين فرحه كبيره قوي، وتكمل فرحتنا ان شاء الله يوم السبت الجاي لما نقابل اللي هيفوز من النجم واهلي طرابلس وناخد البطوله ان شاء الله. عشت سيناريو الماتش ازاي؟ كنا متاخرين الشوط الاول 1-0، قدرنا ان احنا في بدايه الشوط الثاني نجيب هدفين، احكي لي كده عشت المباراه ازاي؟ والله انا يعني بصراحه كنت موجود مع المجموعه كلها في المكان واحد، وكنا يعني كلنا مضغوطين ومتعرضين لضغط عصبي فظيع جدا جدا، بس كنا متفائلين ولحد اخر لحظه كلنا كنا مجمعين ان احنا ان شاء الله هنفوز بالماتش ان شاء الله. ان شاء الله، الف مبروك. شكرا. عايز اخد رايك في الماتش النهارده وسيناريو المباراه، وشفت المباراه النهارده ازاي؟ صديقي العزيز، الاول اسمح لي طبعا ان انا ارحب بقناه النادي الاهلي هنا في تونس. انا احمد سمير، رئيس الجاليه المصريه ورئيس جمعيه الصداقه المصريه التونسيه. طبعا انا سعيد النهارده بهذه الفرحه الكبيره العارمه التي عمت كل ارجاء الاوتيل هنا، سواء مشجعين او مصريين مقيمين في تونس او البعثه كامله. فرحه كبيره جدا، دايما النادي الاهلي بيعودنا دايما على الفرحه، بيجي لنا هنا تونس فبيملا الفرحه بالنسبه لوجودنا كلنا هنا. كانت مباراه قويه جدا اداء ولعبا ورجوله من كل اللاعبين والاطار الفني وكذلك مجلس الاداره والجمهور القادم من مصر. النادي الاهلي استطاع في الشوط الثاني انه يسترجع روح 2012، استطاع النادي الاهلي انه يعدل المباراه لانه ده فعلا بجد الاداء الحقيقي للنادي الاهلي ان يفوز. النادي الاهلي قادر على ان يفوز. ملعب رادس دايما عودنا على ان الملعب بتاعنا ده، خلي بالك ده الملعب بتاعنا مش ملعب رادس. لو نتذكر طبعا مباراه 2012، المباراه العظيمه جدا بجد، فالنهارده دايما بنقدر نقول ان النادي الاهلي قادر ان يصل الى المباراه النهائيه، قادر ان يحقق البطوله المفضله لديه. الحمد لله طبعا ربنا وفقنا ووفق لاعبتنا النهارده وفرحنا. ان شاء الله ننتظر ان شاء الله يوم السبت القادم في مباراه ربع النهائي مع الفائز، سواء من النجم الرياضي الساحلي التونسي او اهلي طرابلس. تحياتي ليكم، وبرضه مكرر ترحيب بكم هنا في تونس دايما قناه النادي الاهلي وجمهوره الحبيب، وفرحتونا ومنتظرين دايما الكاس الغاليه، الكاس المفضله للنادي الاهلي المصري. شكرا لكم. حاج احمد عامل ايه؟ انا دايما مع الاهلي ببقى متفائل الاول، بس بشكرك على المجهود الجامد ده. قناه الاهلي مغطيه تغطيه جميله جدا، واخده كواليس كلها، واخده سبق، واخده مجهود جامد عاملينه، وان شاء الله ده يكون يعني فقل حسن ان انتم موجودين معانا ونفوز بمباراه زي دي. تعتبر يعني انا بمثلها بمثابه بطوله، لان الملعب زي ما انت شايفه كان مقفول وبيشجعوا 90 دقيقة، لكن احنا كان عن يعني سبحان الله كان جوانا يقين. او مع الاهلي بتبقى دايما عندك احساس جواك ان انت هتكسب، المكسب جاي بلا شك يعني. ومع ال 11 راجل اللي كانوا موجودين النهارده، مع طبعا الوحش الافريقي الصغير كابتن شريف، النهارده عمل مباراه هايله جدا 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 وشال كذا جون، وربنا يا رب يكملها على خير ونفوز هنا بردك. انا دايما بتفائل بتونس والله في الماتشات، ان كلنا بصراحه كلنا والله بنتفائل، لانه هو بردك انا الحمد لله بنسبه 99% لما باجي تونس الحمد لله بنرجع فايزين، وان شاء الله نرجع بعد اسبوع وبرضك نرجع فايزين باذن الله. مصمم ما اعرف من كل واحد الاجواء بالنسبه له خلال المباراه كانت عامله ازاي. فقدت الامل بعد ما جه فينا الجون الاول؟ خالص. انا عاوز اقول لك انا ممكن اروح البيت وابقى خسران وعندي يقين ان الاهلي هيكسب. سبحان الله، انا بقول لك والله فعلا يعني انا دايما بقاعد الاهلي معودني على كده. الاهلي معودني طول عمري ان انا عندي ثقه لغايه اخر ثانيه. التاريخ بيقول كده. لو رجعنا من بالتاريخ لورا هتبص تلاقي ان الاهلي دايما مشرف، هو البسمه للشعب المصري.
في الناحيه الرياضيه. بسمه هو اللي صاحب السعاده زي ما بنقول، هو النادي الاهلي. وبقول لكل المشككين وللاسف الناس النجوم اللي طلعوا شككوا في النادي الاهلي وكانوا فرحانين وبيقولوا الاهلي مش هيفوز، انا طبعا مش عاوز اسمي، يمكن هم عارفين اسمائهم، بقول لهم يا ريت، مش عاوز اقول كلمه عيب يعني. خلينا نفرح النهارده، احنا الحمد لله مبسوطين ان احنا احنا كمصريين يعني. انا لما الزمالك بيجي يلعب بتمنى ان الزمالك يكسب، لكن ما ينفعش. المهم احنا الحمد لله كسبنا، واكيد احترامنا لكل الانديه، لكن الاهم النادي الاهلي فاز النهارده. الله بقول لهم افرحوا معانا، ادي صانع البسمه للشعب المصري، جاب لكم فوز كبير جدا وفوز غالي يعني. لسه مستمرين معاك وطبعا مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. معايا في هذه اللحظات استاذ خليفه، يمكن هو احد الاشخاص اللي بينظموا الاقامه بالنسبه للنادي الاهلي لما بيوصل تونس. برحب بيك. نظمت الاهلي في المغرب وفي تونس، ودي مفالي فال حلو على الاهلي والله. والله يلا، وتفائلت بالنتيجه 2-1 قبل الماتش الساعه 1. والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله في السابق ازلي. اهلاوي انت؟ اهلاوي معروف. شفت المباراة النهاردة ازاي؟ عشت الأجواء المباراة؟ التلفزيون ما بتفرجش على الأهلي في الماتش. يعني رؤيتك للمباراة شفتها؟ رؤيت المباراة إن الأهلي كان يربح أكتر من 2. لو جرة الجهاز الفني طلع بدل ما يدخل دفاع كان زاد مهاجم يربح الأهلي 3-4-5. شكرا شكرا. لسه مكملين معايا في هذه اللحظات استاذ محمد حميده، المدير التنفيذي للشركه الراعيه لملابس النادي الاهلي. ببارك لك طبعا، فوز كبير لينا النهارده، وان شاء الله النادي الاهلي يكمل مشواره في البطوله بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. مبروك كابتن امير، مبروك لفريق عملك النهارده كابتن دكروري، كابتن احمد يحيى، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان اللي كانوا معانا النهارده في تونس واللي موجودين في مصر في كل انحاء العالم. ما شاء الله يعني الحمد لله الفرقه عملت مباراه كويسه جدا. كان في فكر عالي من الكابتن حسام البدري، اللعيبه كان عندها ثقه زي ما اتكلمنا معاكم قبل المباراه، لعيبه الاهلي واثقه في نفسها، تالق كبير من لعيبه النادي الاهلي النهارده. الجمهور الاهلي اللي كان موجود في ملعب رادس اللي من اول لحظه من في المباراه لحتى اخر لحظه بيساندوا الفريق، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي. عايزين نكمل المباراه اللي جايه طبعا، خلاص زي ما قال الكابتن حسام البدري وكنا واقفين معاه دلوقتي، والكابتن سيد عبد الحفيظ واللعيبه كلها، قفلنا مباراه الترجي، قفلنا صفحه الترجي، نبدا نفكر في المباراه القادمه. وخلاص خلاص في قرار ان الفرقه مكمله في تونس وقاعدين للمباراه القادمه، ويبدا يحضروا للماتش الجاي الحمد لله. وعايزين نفكر بقى باذن الله المرحله القادمه، ناخدها خطوه خطوه، نعدي المباراه اللي جايه، نبدا نفكر في اللي بعد كده ان شاء الله. شكرا كابتن امير، شكرا كابتن امير. لسه مكملين، وفي بعض طبعا جماهير النادي الاهلي اللي بتيجي الاوتيل عشان تفرح مع لاعبي النادي الاهلي طبعا. ايه مبروك، فرحه كبيره النهارده. الحمد لله طبعا طبعا، يعني احنا ما نمناش من امبارح، بس الحمد لله كل ده جيب احسن نتيجه، وكل ده بالنسبه لنا ولا حاجه، كل ده ولا حاجه يعني. فرحة النهاردة كبيرة جدا، ربنا اللي يعلم بيها، ونقعد كمان أسبوع عشان خاطرها. الحمد لله. أنت متفائل؟ جاي أصلا مصر مخصوص؟ أه طبعا. مصر مخصوص عشان المباراة. بالظبط كده. يعني الحمد لله، وسعينا كتير عقبال ما جبنا الفيزا، وجرينا بسرعة عشان نلحق نجيب الفيزا لأن كان الوقت ضيق. عايز تقول إيه لعيبة النادي الأهلي بعد ما فرحوك النهاردة؟ أقول لهم يعني أنا بشكرهم جدا، وبصراحة عملوا مجهود رائع، والدنيا كانت جميلة جدا ما شاء الله يعني. في الشوط الثاني بالذات الماتش كان تحت ايديهم، والحمد لله يعني ربنا تم على خير يعني، والحمد لله. قول لي انت كنت قلقان بقالك اسبوع بتقول؟ يعني 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 الصراحه قوي قوي الصراحه يعني، ما نمتش والله. فيعني احساسك ايه بقى بعد ما كسبنا بقى خلاص؟ طاير من الفرحه، طاير من الفرحه يعني. فرحونا قوي 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 يعني، والله طاير يعني. نجم الماتش من وجهه نظرك؟ الصراحه فتحي يعني. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده والله ايه ده يعني ايه ده ايه ده يعني ايه ده ايه ده راجل قوي قوي الحمد لله. الف مبروك. ماشي يا باشا. لسه مستمرين معايا ايضا استاذ محمد رمضان، المدير التنفيذي لشركه طبعا راعي ملابس النادي الاهلي. كابتن رمضان، قبل المباراه اتكلمنا مع بعض وقلت لي النادي الاهلي لازم في اسلوب معين يلعب بيه، وواضح ان هو اتنفذ النهارده طبعا من رؤيه كابتن حسام بدري مدرب قدير طبعا، وقدر ان هو يقود النادي الاهلي للفوز. هو مبروك طبعا، والحمد لله دي النادي الاهلي كالمعتاد يعني، الحمد لله ان هو دايما في المواقف الصعبه تلاقي لعيبه النادي الاهلي وروح الفانيلا موجوده. وروح الفانيلا ده مش مجرد كلام، لا ده النهارده اترجم.
انا شايف ان جمهور النهارده اللي كان موجود في ملعب استاد رادس كان جمهور كبير جدا، ده كان عامل ضغط على فرقه الترجي اكتر من لعيبه النادي الاهلي، بدليل لما كنا قبل ما نروح الاستاد اميره قلنا لك لو الاهلي ضيق خطوطه هيتعب الفرقه، وده اللي حصل، انت ضيقت خطوطك ما ادتهمش اريحيه في اللعب. البنالتي اللي جه ده انا شايف ان هو كان حافظ اكتر للاهلي عنه عن الترجي، والحمد لله طبعا باذن الله والتوفيق ان شاء الله يكون مع الاهلي لحد نهايه البطوله ونرجع مره ثانيه لبنان باذن الله. بإذن الله. شكرا شكرا. طبعا دي كانت أجواء الفرحة زي ما انتوا شفتوا، أكيد أجواء كبيرة جدا وفرحة كبيرة جدا من جمهور النادي الأهلي وكل المتواجدين هنا في مقر إقامة النادي الأهلي، لكن الأهم ان احنا فزنا بمباراه لكن ما فزناش ببطوله، هو ده الاهم واللي مركز عليه طبعا الجهاز الفني واللاعبين، وده كلامهم مع بعض، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يواصل مشواره في البطوله. ان شاء الله بكره هيكون في اجازه لبعض اللاعبين اللي هم شاركوا في المباراه بشكل اساسي، في المقابل هيكون في تدريبات للاعبين اللي ما شاركوش في المباراه. النادي الاهلي هينتظر بكره طبعا نتيجه مباراه النجم الساحلي وايضا اهلي طرابلس اللي بتقام هنا في تونس، وبالمناسبه طبعا على حسب النتيجه دي النادي الاهلي هيحدد مقر اقامته، هل هينقل في مكان تاني ولا لا، لان لو النجم الساحلي هو اللي كسب النادي الاهلي هيروح سوسه، هي المكان اللي هيتلعب فيه هذه المباراه، لو اهلي طرابلس هو اللي كسب المباراه هتبقى هنا في العاصمه تونس. بشكل عام ايا كان مين اللي هيكسب النادي الاهلي مركز في البطوله ان شاء الله، ويقدر ان شاء الله من خلال البطوله دي انه يحقق الثلاثيه ونتاهل ان شاء الله لكاس العالم للانديه. بالمناسبه احنا هنفضل متواصلين وقاعدين مع النادي الاهلي، طبعا قناه النادي الاهلي وفريق عمل قناه النادي الاهلي هيكون متواجد هنا مع الفريق لحد المباراه المقبله ان شاء الله اللي هتكون يوم السبت القادم، ولحد ما يرجع ان شاء الله الاتوبيس او يرجع طبعا الفريق للقاهره ان شاء الله. طبعا النهارده هيكون متواجدين معاكم دايما في التدريبات، واكيد شيء مهم جدا من قناه النادي الاهلي، ده الطبيعي بتاعنا ان احنا بنتابع دايما كل صغيرة وكبيرة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. لكن أيضا طبعا